السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقتنا عن ازاي نعمل طاقية من الفوم جليتر زي دي كده. ماشي، اول حاجة هنجيب قطعة فوم جليتر زي دي وهنقيس مقاسها على دماغنا. هناخد جزء منها وهنقيسها على راسنا زي كده عشان ناخد مقاس الراس بتاعنا. ماشي، هناخدها تاني وهناخد المقص وهنحددها على شكلها، على نفس الشكل الراس بتاعنا. ماشي، ممكن ان احنا نرسمها لو مش عارفين ان احنا نقيسها بالظبط. لو لسه مش متعودين نقص، هنقص جزء منها وبعدين هنقيسها تاني على دماغنا. ناخد المقاس كده مظبوط، هاخدها وهعمل الدوران بتاعها. لو مش عارفة ان انا اقصها، هاخد القلم وهرسم الدوران بايديا وهقصها. ماشي، هنقيسها تاني وبناخد الدوران اهو، بنرسم الدوران عشان نعمل الدوران بتاع الطاقية بتاعتنا وبعدين هقصها. ده الدوران اللي من بره اللي هو هيبقى متحدد، ده اللي من بره. وهنعمل دوران اصغر منه من جوه، ده اللي هيبقى عند دماغي عند راسي. بعد ما ناخد الدوران هناخد المقص ونقص زي ما احنا علمنا بالقلم. ممكن طبعا كل واحد فينا يختار اللون اللي يعجبه. في عندنا البنات طبعا هيبقى الوانها بامبي، روز، موف، لكن لو اولاد بقى بتبقى المفروض يعني الالوان الولادي، اللبني، ازرق، الالوان الحلوه بتاعتهم. ماشي، هنقص من ورا وهنقيسها كده عشان نشوف ان الجنبين متساويين، وهنقص من جوه الجزء اللي من جوه هنقصه ونتنيها عشان الاتنين يتقصوا تبقى مظبوط، ونقص الدوران زي ما احنا محددين بالظبط. بعد ما قصيناها المفروض اهي هيبقى ده شكلها. المفروض نكملها ونحط جزء من ورا عشان نعرف نلبسها. هناخد جزء تاني من الفوم جليتر، هناخد لون تاني لون ابيض وهناخدها وهنقصها. هاخد المقاس، مقاس الفوم، مقاس راسي برضو، وهاخد نفس المقاس هنا، هاخدها على قد الجزء اللي عندي بالظبط عشان ما تبقاش فيه زيادات ويبقى شكلها مش حلو. هحدد الجزء اللي انا هقصه على نفس الجزء اللي موجود عندي في الطاقية بتاعتي وهقصها. هقصها بالطول وبعدين هلزقها في الجنب. الجزء ده هو الجزء اللي هيكمل بيها من ورا، هدخلها من جوه مش هلزقها من بره طبعا عشان ما يبقاش شكلها باين. هناخد بقى الجزء اللي انا عملته وهقصها على قد المقاس اللي انا اخدته، مقاس راسي، وهلزقها بمسدس الشمع. هقلب ده على ظهرها ودي على ظهرها برضو عشان لما اجي الزق